انا كنتمنى قبل ما نموت بغيت تكون عندي داري لوليداتي، امنيتي الوحيده. الحمد لله انا تجليت وزحمت غادي قصري برجع لك. انت غنمشيو فين؟ انت غايلو شنو؟ احنا مالنا يهود؟ ما حناش يهود، احنا مسلمين. عايش كي دايره؟ شوف فين يعيش بنادم هنا فين؟ 45 عام. شوف فين يعيش بنادم هنا فين؟ عبد الله فين عايش؟ شو اللي عايش كي دايره؟ شو اللي عايش كي دايره؟ شو قاعد تدير؟ ان شاء الله عايش. هاي حنا خويا اللي ساكنين فيها والقهرة، وغنزيدو غنتقهرو عاوتاني. وحنا خويا خدامين غير منافرية، الحالة ضعيفة. راه اللي جاب خويا النار، وراه شنقول لك راه عايشين غير بسطارطة هكاك، وغيكلفو علينا هاد المصاريف ديالو. خلاص راه ما عندناش غالب الله. أنا كنطلب من الله وسيدنا واللي شافنا في هاد الحالة، أنا بغيتهم يقراو لي الحر. أنا عندي ثلاثة البنيات وراجلي كيخدم على قد الحال، وأنا مريضة عندي 2000 ريال في 10 أيام. والله اللي مطالع بيا والدي يقول علي نمشي في العروبية، ما عندي لا باش نخلص، ما عندي لا باش نكري، ما عنديش فين نمشي والو. أنا كنطلب من الله وسيدنا، لا سيدنا ولا لشي حد آخر اللي شافني شفق فيا وفي بنيات. وشوف انت اخويا البيت في جوج مترو كاريه. طلب من الله اللي شاف عايش الحر. عايش انا وثلاثه البنيات جوج مترو كاريه. نفعتني اخويا غير هذا الشيء ديال الناس اللي داروا السدوده. هاي اخويا راه هاي اخويا شوف التصوير طلع اللي بغيتي كاع طلع بالسلوم حتى الفوق، ودير اخويا السيده راهي السلوم دق امي امي امي. خلينا نهضروا مع الناس. شوف اخويا انا كنتمنى قبل ما نموت بغيت تكون عندي داري لوليداتي، حتى الا مت يبقى نخلي بناتي ورايم 90. انا عند 10 عام وانا عايشه مع هذا الراجل في بيت 2 متر ولا 2 متر و20. كنقول دابا ربي فرج، دابا ربي فرج. وانا كنطلب من الله اللي شافني يشفق بيا وببنياتي. راني قليلت شي والديا ميتين وما عديش من غير الله. كنطلب الله الصباح والعشيه، كنحط راسي على الوساده، كنطلب الله، كنفيق، كنطلب الله. ما عديش عندي الله سبحانه وتعالى وسيدنا ومن شافني يشفق بيا. هادشي اللي كنطلب. انا بغيت قبل ما نموت نشوف بنياتي في دارهم. قبل ما نموت بغيت نشوف بنياتي في دارهم، امنيتي الوحيده. الناس فين عايشه بسيرك؟ هو مريض قال كما قديت الفوضى، هو مريض، هو معذور من رجليها. انت شوف وليدي ها الطواليط فين يكبوا عليا السبل والريحه حاطين عوين، انت ما بقيتش. انت وليدي الكلب هذاك يطيح عليا الغبره، داروا لي الكتات ما يطيح عليا الغبره. صورها فين دايرين لي الكتات تطيح عليا الغبره ودرت فوقي. انت وليدي درت لي الكتات، شوف دايرين لي الكتات ما يطيح عليا الغبره. مسكينه جبنا اليوعه والحمد لله انا تجليت وزحمت غادي قصري برجع لك. ما كندخلش عند العيالات لا اللي مات شي حد ولا ولدت شي مرة باش ما يجيوش عندي. عندي لا جاو عندي فين غيقرضوا؟ فين غيقرضوا عندي هاد الناس؟ ما كنمشيش عند العيالات باش ما يدخلوش عندي انا. جوج متر وقاري. انا مريضة، الله اللي مطالب بيا عندي 100 درهم في 10 ايام. الله ملي كنقطع الدواء الله اللي مطالع بيا. ملي كنمشي للسبيطار نشدو كنقول امنيتي الوحيدة، امنيتي الوحيدة هي نشوف بنياتي في دارهم. شوف هانتوما شوفوا حالتي فاش قاعدة. شوفوا وليدي فاش دايرة مسكينة الحويوط باش ندرك، باش لا بغيت ناكل لا بغيت نفوق السداري، نعجن فوق السداري، نعس فوق السداري، نشرب كويس فوق السداري. وحالتي وليدي بغيتها حالة لعلو، وغير زيدوني عيطوني انا وليدي داك المعذور بغا يقلعوا عليا. قال لك تمشيو كاملين، فين غنمشي انا وهاد الطزوينه ديال العيل؟ مثلا غادي يقعد حد مثل يرقد حد مثل. احنا مكرفسين نزيدو نتكرفسو. وانت سيدي شنو غادي؟ المهم انت غاصبر يا صاحبي. وانا غنصبر وليدي تنشوف واش غادي. ما ديري امي. ساعه
السلام عليكم المنى. السلام مرحبا بالله ولدي. ها انت تشوف ولدي حنا فاش عايشين. شوف الراجل ها هو معوق. نديروا على الكرسي نخرجوا على البراق. احنا ولادنا زوج والبنت. الولاد وليداتهم ها فين تيسكنوا ها هما ها. فين غنمشيو؟ تيقول لك انتوما ولادك زوج وباهم تمشي مع جارك. في بقعة كي دايره البقعة. الله غالب. العشاء الله والغدا الله. لا تعشينا ما نتغدى ولا تغدينا ما نفطروا. فين غنمشيو؟ غيصيفطونا هاد الناس. ما عندنا ولدي باش نوض ولا باش نتغدى غدا كنزوا على رحلكم ما عندنا باش. ربيع المعينينا. فين غنمشيو فين؟ فغنوسيونا. لا خدمة لا دماء لا والو. فين غنوسو فين؟ فين غنمشيو؟ عند الراجل كيدير حالته. أنا مريضة. عندي الضيقة. ركب يا مراد. شاب الدواء. فين غنمشيو؟ فين غنوسونا هاد الناس؟ هادو ما عندهم فلوس حتى ما عندناش. عندنا الله سبحانه. سبحانه هو. في قرية عروسة تدري وريد ما خدام انت خدمة رسمية ادري مسكين كان تسطف في الموقف ادري صغير توا مسكين عاه هكا بوليداتو في الغرب شيو مرت ولدي دابا راه عاد امها مريضة ها فين تنعس ها هو حالتنا حالة وتقول لك سيروا انتوما زوج مع جاركم في بقعة كي دايرة هالبقعة ها انت تمشيتي باش غتكون بيها احنا مالنا يهود ما حناش يهود احنا مسلمين. السلام عليكم هاد الناس خايب يرحلونا ما داروا معنا شي حال ما والو طلبونا شي ثمن دابا انا تيقول لك دابا انا ساكن انا وليدي هنا في هذا البيت هذا وكاين اخوتي هنا ثلاثه كل احنا مزوجين قالوا لنا تشوفوا دابا مع الجار قالوا تشوفوا مع الجار خصو يديروا معنا شي حال نطلبوا بجلاله الملك يديروا معنا شي حال شحال من واحد نشوفوا في الدار كاينين احنا دابا شي سميتو كاين اخوتي احنا ثلاثه مجوجين كاملين هنا وكاين الوالده معنا حتى معنا وكاين واحد ما بين الخوت والوليدات والوليدات شحال من شخص كاين هنا ثلاثه اربعه خمسه سته شي 10 ولا 12 10 ولا 12 اللي كاين وتكون شي هنا شي كاع شي 30 اللي كاينه وبغى يعطوا نقول لك سيدي غيمشيو تما يعطونا حنا جوج يعطونا غير جوج في البقعه ويعطونا قالك 60 متر وبغى يدونا بالقول هذا دابا ديك البلاصه اللي غيدونا ما كاين لا مدارس ما كاين والو لا الجرده ما كاين حتى شي حاجه لا سبيطار ما كاين حتى شي حاجه بغى يدونا لتما وانا الناس كاينين ولادهم لا تيقراو هنايا المهم بغى يديروا هادشي تيديروا على راسهم هما تيطالبوا بداكشي تيديروا على راسهم هما ما جاوش تاشروا معانا ما قالوا لنا حتى شي حاجه